السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد بخصوص النهايات. احنا مازالين في الدرس ديال الدول اللوغاريتمية والدول الأسية. ديجا خدمنا تمارين بخصوص مهم دراسة دالة أسية أو دالة لوغاريتمية. درنا يعني مجموعة تعريف، يعني خدمنا واحد تخواز اكزيرسيس يعني بخصوص دراسة الدالة، يعني مجموعة تعريف لي ليميت الفروع اللانهائية، رسم الدالة، الاشتقاق، يعني كدراسة الدالة. دونك الشباب كدراسة الدالة ضروري، يعني خصنا ميمكنش التمرين يكون عندنا صحيح إذا كان عندنا مشكل في لي ليميت، يعني في المجموعة التعريفية الأولى وفي لي ليميت. دونك داكشي علاش ارتئينا أننا نديرو واحد فيديو بسيط بخصوص النهايات، نهاية هاد الدول الأسية والدول اللوغاريتمية. دونك خدينا هاد التمرين هذا أو كنهايات. دونك عندنا هاد لي ليميت هادو الين و ليكسبونونسيال، خدينا هاد الدالة هادي اللي هي واحد الدالة ديال الباك 2020 علوم فيزيائية أو علوم تجريبية. دونك كيف ما كانت انها صعيبه بزاف ديال الطلبه اللي دوزوا هذاك ليكزامان، دونك غادي نشوفوا لي ليميت ديالها كيفاش دايره، وغادي نديرو كاع التمرين بخصوص غير هاد الداله هادي، نحاول ندرسوها. دونك غادي نديرو ان شاء الله التمرين بخصوص هاد الداله هادي، فيها ندرسوها كامله ونمشيو تنمثلوها. وعندنا هاد الليميت هادي كيف ما وعدتكم في الفيديو الاول ديال الدرس، ملي دخلنا الدرس قلت لكم ان هذه غادي نبينوها انها كتساوي هو داك العدد او. مفهوم الشباب؟ دونك خذوا التمرين، حبسوا الفيديو وجاوبوا، ومن بعد وشوفوا بعدا واش داكشي عندكم صحيح. دونك نبداو على بركه الله. صحيح، دونك كيف ما كنعرفوا كاينين النهايات اعتياديه اللي ديجا معطيين عندنا المهم عطينا في الدرس، ديجا درتهم الفيديو موجودين في الانترنت. يعني هادوك النهايات الاعتيادية اللي مهمين خص يكونوا محفوظين ياك الشباب. دونك المهم بلا ما نحتاج نعاودهم، دونك نبدا بالليميت الاولى. عندي الليميت في بلس لانفيني ديال الين ديال اكس كاري بلس 3x - 4 ياك الشباب. دونك كيف ما كنعرفوا الليميت في لانفيني ديال واحد الدالة حدودية اللي هادي اللي عندي لداخل، كناخد ديما أكبر أس ياك الشباب. دونك عندي لداخل كحدودية، يعني عندي إكس كاري هو الحد الأكبر. دونك ليميت في لانفيني ديال إكس كاري هو لانفيني بلوس لانفيني، مفهوم؟ وديجا عندي الألين ليميت في بلوس لانفيني كيساوي ليا بلوس لانفيني ياك الشباب. دونك كتساوي ليا هي بلوس لانفيني، لأن ليميت في بلوس لانفيني ديال اكس مربع زائد 3x - 4 اش كتساوي لي هادي؟ هي ليميت في بلوس لانفيني ديال اكس كاري. صافي، اشنا هي؟ كنعوض اكس بلانفيني صافي بلوس لانفيني، مفهوم؟ و ليميت في بلوس لانفيني ديال الين ديال واحد اكس كيف ما بغات تكون، مفهوم؟ كتساوي ليا بلوس لانفيني ياك الشباب. وهاد اكس هادي اللي هي هاد الداله هادي كامله، وعندي هاد الداله هادي كتمشي ملي كيمشي اكس لبلوس لانفيني، هاد الداله هادي كتمشي هي لبلوس لانفيني. يعني يكفي انني ندرس وناخد واحد اكس ولا نفسه بحيث كي طون فيغ بلوس لانفيني. دونك ندير على هاد الشكل هذا، يعني اللي ميت بلوس لانفيني ديال ال ان دو اكس كتساوي ليا بلوس لانفيني. مفهوم الشباب؟ دونك هاد ليميت هادي كتساوي لي بلس انفيني. ندوزو ليميت تانية اللي هي ليميت بلس انفيني، المهم نقدر يعطيكم موال انفيني بلس انفيني، يعني كتمشي بنفس السيستم ديال اكس كاري بلس ال ان دو اكس. دونك عندي ليميت ديال اكس كاري في بلس انفيني كتمشي ديال بلس انفيني، والليميت ديال ال ان دو اكس بلس انفيني صافي بلس انفيني، يعني ما فيها حتى شي اشكال. هادشي بحال غير كنديرو تسخينات وصافي، يعني غير باش الانسان يتعود يعرف شنو هي الليميت، حيت كان اللي عنده مشكل في الليميت ما كيعرفش شنو هي كاع الليميت.
وإلا كان عندكم مشكل غادي نحاول ندير شي تمرين أو شي درس بخصوص هاد النهايات هادو. المهم كيفاش كنحسبوا لي النهايات وكيف امتى كيكون عندي دي فورم انديفيني، المهم بشكل غير محدد او اشكال غير محدده، يعني المهم كاين امور معينه. دونك هذه كتمشي في بلس لانفيني. ليميت الثانيه عندي ليميت ديال موان لانفيني ديال 2 اكس ال ان 2 اكس، او بالاحرى غير 2 ال ان 2 اكس. فهم هادي الكثير منا غادي يمشي ويعوض اكس بموان لانفيني، وكيف ما كنعرفوا الالان ما معرفش في موان لانفيني، عندي معرف من زيرو بليس لانفيني، مفهوم؟ يعني اصلا ليميت في موان لانفيني ما كيناش، مفهوم؟ يعني عندي شي مشكل، يعني ما غادي نمشي ندير ليميت في موان لانفيني ديال ال ان دو اكس ما عنديش. دابا ليميت في موان لانفيني ديال ال ان دو اكس هادي راه ما كيناش، مفهوم؟ خصني نحاول ندير شي بلان هنا باش نحاول نقضي الغرض ديالي وصافي، يعني نجاوب عليها. دابا عندي واحد دو هنايا، هاد دو هادي هي اللي غتحل لي المشكل، وكون ما كانش عندي دو غادي نخلق دو ولا غادي ندير شي حاجة باش نحاول نحيد عليه المشكل. دونك كيف ما كنعرفو ان ال ان دو اكس اش كتساوي، يعني هي ال ان دو اكس على بويسونس ان، ياك هاد دو غندخلها لداخل، يعني ليميت في موان لانفيني ديال ال ان ديال اكس كاري، ياك يا شباب. دونك ليميت ملي غتمشي ليا، ملي غيمشي ليا اكس لموان لانفيني، ملي غندير ليه المربع غيولي ليا بلوس لانفيني، والليميت او الالان في بلوس لانفيني عندي كيساوي ليا بلوس لانفيني، مفهوم الشباب؟ دونك كيمشي ليا بلوس لانفيني. دونك علاش؟ حيتاش الليميت في موان لانفيني ديال اكس كاري كتساوي ليا بلوس لانفيني، والليميت ديال الالان ln دو اكس في بلوس لانفيني كتساوي ليا بلوس لانفيني، مفهوم؟ دونك هاي الليميت في موان لانفيني ديال اكس كاري اللي عندنا حنا طلبوا منا في موان لانفيني ديال اكس كاري كتساوي ليا بلوس لانفيني، وهاد اكس دا اكس كاري هادي كتمشي ليا لبلوس لانفيني، يعني كيفي انني نحدد الليميت ديال الان ديال واحد ديال الان في بلوس لانفيني. هاي عندي الليميت ديال الان في بلوس لانفيني كتعطيني بلوس لانفيني، دونك الليميت كتساوي ليا بلوس لانفيني، مفهوم الشباب؟ دونك ندوزو العملية الأخرى اللي هي ليميت في بلوس انفيني ديال اكس ln دو ان بلوس ان سور اكس. دابا عندنا هاد ليميت هادي الى جيت عوضت ب اكس عندما يؤول الى بلوس انفيني غيعطيني اكس كتمشي لبلوس انفيني، ياك، مضروبة في ln ديال ان بلوس ان سور اكس، ان سور لانفيني صافي زيرو، ياك الشباب، يعني ln دو زيرو او ln دو ان، ln دو ان كتعطينا زيرو، يعني لانفيني مضروبة في الزيرو، وهذا شكل غير محدد، ياك الشباب، يعني خصني نحاول ندير شي حاجة. هنا الحل هو انني ندير تغيير متغير، غادي نحاول نوضع ان سور اكس كتساوي ليا واحد كونت اكس، ولا المهم نعطي اللي بغيت، مفهوم؟ هادشي شنو كيعني ليا؟ ان اكس حيت عندي واحد اكس هنا على برا خصني نحاول نجبدها بدلالات هاد اكس، هذا هاد المتغير اللي عطيتو، مفهوم؟ دونك غادي ندير هاد اكس بتيت اكس شحال كتساوي ليا، هي ان سور غون اكس، ياك الشباب، ما عليناش. دونك عندي في الليميت عندما يؤول اكس الى بلوس لانفيني خصني نشوف هاد غون اكس لاش كيمشي، ياك الشباب، اذا كان اكس هنا في هاد المتغير هذا اكس كتمشي لبلوس لانفيني كونت اكس لاش غتمشي ليه؟ دونك ان سور اكس يعني ان سور بلوس لانفيني صافي اكس طون فيغ زيرو، ياك الشباب، يعني اكس كونت اكس طون فيغ زيرو بلوس، حيتاش بلوس لانفيني كون كانت عندها موان لانفيني غتكون زيرو موان، مفهوم الشباب؟ دونك غادي نحاول نعوض، يعني كل فاريابل بالتعويض ديالو، دونك غادي نعوض بكونت اكس حيتاش هنا كانت عندي اكس صغيره، دونك غيولي كونت اكس عندما كان بتيت اكس او الى بلس انفيني كونت اكس او الى زيرو بلس، صافي كو هاد بتيت اكس كيف ما عرفنا هنا انها كتساوي ان سور اكس، دونك ان سور كونت اكس ال ان ديال اش ديال ان بلس ان سور اكس يعني كونت اكس، مفهوم الشباب؟ يعني شنو كتعطيني هاد الليميت هادي اكس زيرو بلس
ديال ln ديال 1 بلس x سور x. دونك الشباب هاد الليميت هادي ديجا معطيه لينا، يعني كيف ما قلت لكم دوك النهايات الاعتياديه ديال هاد ln هذا. الليميت في 0 بلس ديال هاد ln هادي كتعطيني ديريكتومون اللي هي 1. مفهوم الشباب؟ وخا ملي غادي نجي نعوض 0 هنا و 0 هنا غيعطيني ln دو 1 اللي هي 0، يعني 0 على 0 بشكل غير محدد، ولكن هاد الليميت هادي معطيه لينا، يعني يمكن لينا نديمونطريوها، ولكن هادو كيتسموا دي ليميت ايزوال ديال هاد لي فونكسيون، هادو باينين يعني معطيين لينا، يمكن نستعملوهم من دون حرج. مفهوم الشباب؟ دونك ليميت، دونك هادي لقيتها انها كتساوي 1، يعني ان الليميت، يعني ان الليميت في بلس لانفيني، نرجع لهاد الداله هادي اللي هي اكس ln دو 1 بلس 1 سور اكس كيساوي ليا اللي هو 1. مفهوم الشباب ياك؟ دوزو الليميت اللي من بعد، يعني الليميت عندنا ليميت في الزيرو ديال ln دو 1 بلس 2x سور x. نفس القضية عندي هنا، أن إلا عوضت بالزيرو غيعطيني ln دو 1 سور 0، يعني ln دو 1 صافي 0، يعني 0 سور 0 بشكل غير محدد. ياك الشباب غادي نحاول ندير تغيير المتغير، يعني غادي نوضع هاد 2x كتساوي ليا 2x كتساوي ليا واحد اكس كبيرة. مفهوم الشباب ياك؟ دونك كيف ما قلنا انني عوضت بالزيرو هنا خص يكون نفس العدد، نفس او نفس الفاريابل اللي كاين 1 بلس واحد الفاريابل سيغ نفس هذاك الفاريابل، كيف ما شفنا هنايا في الزيرو ديال ln دو 1 بلس اكس سيغ اكس، يعني خص يكون لا ميم. هنا عندي 2 اكس وهنا عندي اكس، مفهوم؟ يعني مختلفين، خصني نحاول نوضع يا اما 2 هنايا، يعني نضرب في ان دومي المهم نضرب في 2 ونقسم على 2، يعني تكون عندي 2 لتحت و 2 الفوق. مفهوم؟ هني نجي نعوض ب 2 اكس نعوضها في الزيرو، يعني صافي دونك هي 2 فوا الين دو هاد الحجب هذا، يعني فوا واحد يعني 2 في الاخر. او نوضع هاد الكونديسيون هادي، يعني 2 اكس بتيت اكس هادي كتساوي لها كرونت اكس، ليميت في الزيرو ديال اكس عندما يؤول اكس الى زيرو كرونت اكس هي كتمشي للزيرو، يعني ما عندي فيها حتى شي اشكال. مفهوم؟ غير هاد البتيت اكس غتساوي لي هي كرونت اكس سيغ 2، باش نجي نعوض فيها هنا في التحت. مفهوم؟ يعني هاد الليميت غتساوي ليها تبقى لي نيت في الزيرو، يعني ديال ln ديال اش ديال 1 بلس 2 اكس كيف ما عوضنا اللي هي كتساوي كرونت اكس سيغ اكس، و اكس كيف ما عرفنا بانها كتساوي اكس سيغ 2، يعني اكس سيغ 2. وهذه كيف ما كنعرفوا ان ا على بي على، المهم دابا ا وهذا الكسر الكبير ا بون اكس سيغ 2، يعني غادي تطلع هي 2 الفوق. مفهوم الشباب؟ دونك سيت ايغال ليميت في الزيرو ديال 2 ln ديال 1 بلس اكس سيغ اكس. وهذه هذه ليميت معطيه لينا، يعني كتساوي لي كيف ما شفنا في الليميت اللي من قبل انها كتمشي ليا لواحد. مفهوم الشباب؟ دونك 2 فوا 1 صافي 2. ياك الشباب؟ دونك ومنه ليميت في الزيرو ديال ln ديال 1 بلس 2 اكس كيساوي ليا على اكس كتساوي ليا 2. ياك الشباب؟ دونك ندوزو دابا ليميت اللي من بعد اللي هي ديال اكسبونونسيال. عندنا ليميت في بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس موان اكس سور اكسبونونسيال 2 اكس بلوس، اش كتساوي لي هاد ليميت؟ كنمشي نعوض في لانفيني تعطيني بلوس لانفيني، اكسبونونسيال تمشي ليها بلوس لانفيني، مع هاد موان اكس تعطيني موان لانفيني، بلوس لانفيني موان لانفيني، دونك بلوس موان يعني راها شكل غير محدد بلا ما نحاول نقلب. دونك غنحاول ندير شي بلان هنايا باش نحاول نتخلص من هذيك التغيير، هذاك الشكل غير المحدد. غادي نشوف نحاول نعمل بهاد ليكسبونسيال اكس، حيت عندي الفوق والتحت، غنحاول نعمل بها ونشوف ليميت في بلس لانفيني ديال اش نعمل بيكسبونونسيال اكس، هنا غتبقى ليا واحد ناقص اكس سيغ اكسبونونسيال اكس. ياك الشباب؟ ممكن ضربت فليكس او نشرت هاد الشيء غيعطيني ليكسبونونسيال اكس موان اكسبونسيال اكس، تمشي مع اكسبونسيال اكس تبقى ليا اكس، يعني هي
وغادي نعمل بالتحت بالاكسبونسيال اكس. الى عملت بالاكسبونسيال اكس في اكسبونسيال 2 اكس صافي هي الاكسبونسيال اكس زائد 1 سور اكسبونسيال اكس. ياك الشباب هادي راه باينه، يعني كيف ما كنعرفوا الاكسبونسيال ديال بون a فوا ليكسبونسيال ديال b كيساوي ليكسبونسيال ديال a زائد b. ياك الشباب دونك هاد نفس هاد الكونديسيون اللي درنا هنا، يعني x بلس x صافي 2 x، يعني هي هاديك فون. نختزل بهاد ليكسبونسيال تعطيني هي ليميت في بلس لانفيني ديال a موان x سور اكسبونسيال x سور اكسبونسيال x بلس 1 سور اكسبونسيال x فون. عندي هنايا يعني 1 x سور اكسبونسيال x الى عوضت في لانفيني، كيف ما كنعرف ان ليميت في بلس لانفيني ديال اكسبونسيال x سور x كتعطيني بون هي بلس لانفيني. ياك الشباب دونك هاد لا كونديسيون غادي نحاول نستعملها هنا معيناش. دونك عندي x سور اكسبونسيال x هي شوف معايا الشباب دونك اكسبونسيال x او بالاحرى x سور اكسبونسيال x اش كتساوي ليا؟ هي واحد على اكسبونسيال x سور x مفهوم؟ يعني بحال درنا واحد على a سور b كتساوي ليا اطلع ليا b الفوق يعطيو ليا b سور a مفهوم؟ يعني كيف ما كنعرفو a سور b لو تو سور c سور d اش كتساوي ليا؟ كندير a سور b مضروبة في مقلوب ديال التاني اللي كيساوي ليا هي d سور c مفهوم؟ هاد لاكون هادي غتعطيني اللي هي أ مضروبة في مقلوب ديال التاني اللي هي بي سيغ أ مفهوم، اللي هي بي سيغ أ. ياك الشباب دونك غادي نوضع هاد إكس سيغ إكسبونسيال إكس اللي هي سمحوا لي الشباب باش عندي مرون شي شوية ولكن ماشي مشكل، يعني عفوا أ موان كيف ما قلنا هادي كتساوي ليا اللي هي أ سيغ اكسبونسيال اكس سور اكس، يعني باش نعرف باش نلقى ديك الليميت اللي بغيت انا، حيتاش هادي هي اللي عندي اللي معطيه ليا خصني نستعملها مفهوم الشباب. حيت هادي هي اللي معطي ليا يعني خصني نحاول نلقاها او نعوض بها. دونك عندي هنا لتحت ليكسبونسيال اكس بلس 1 سور اكسبونسيال اكس، 1 سور اكسبونسيال اكس كتعطيني هي زيرو. المهم غادي نشوفو ليميت في لانفيني اه تبقى ليا ان دونك ها هي بشوية علينا اكسبونسيال اكس سور اكس كيف ما قلنا انها كتساوي بلوس لانفيني واحد على بلوس لانفيني صافي زيرو، يعني زيرو بلوس ماشي مشكل، يعني ان سو موان زيرو ما عليناش تبقى هي الفوق واحد، يعني لحد الان غادي مزيان دونك ما عندي حتى شي اشكال. يعني لتحت غادي تعطيني واحد الدالة او تعطيني واحد النهاية اللي هي ماشي مشكل، واخا تعطيني زيرو واخا تعطيني لانفيني ما عنديش فيها مشكل، يعني فوق عندي ان لتحت يكون كيف ما بغي يكون. عندي لتحت اكسبونسيال اكس، اكسبونسيال اكس في لانفيني او بلس لانفيني كيعطيني بلس لانفيني. دابا هادشي بحال غير كنديرو في الوسخ وصافي، بحال شي ما كنديروش الشباب ياك، هاد واحد وهاد زيرو وهاد بلس لانفيني ما كنديروش بحال هادشي. بلس ان سور اكسبونسيال اكس، اكسبونسيال اكس كيف ما قلنا كتمشي لبلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني صافي زيرو، دونك بلس زيرو مفهوم. اش تعطيني؟ هي واحد على لانفيني، دونك لانفيني بلس زيرو صافي دونك بلس لانفيني، و ان موان زيرو صافي ان، دونك ان سور بلس لانفيني سي زيرو. ياك الشباب بلس، دونك هاد الكونديسيون اللي درناها بحال درناها في الوسخ وصافي مفهوم. دونك كندير انها كتساوي زيرو بلس لان، ونكتب داكشي لان علاش ليميت في بلس انفيني ديال اش ديال ان سور اكس اكسبونسيال اكس سور اكس كتعطيني اللي هي زيرو بلس، و ليميت في بلس انفيني ديال اكسبونسيال اكس كتعطيني اللي هي بلس انفيني، و ليميت ديال ان سور اكسبونسيال اكس في بلس انفيني كيعطيني زيرو. صافي الشباب دونك لقينا بان الليميت ديال هاد الفونكسيون هادي كتساوي ليا اللي هي زيرو مفهوم الشباب. ندوزو ليميت تاني اللي هي اكسبونسيال اكس، دونك عندي ليميت ديال اكسبونسيال اكس موا اكس اكسبونسيال اكس بون بلس ان بلس ان بلس لانفيني،
دونك الا جيت عوضت هنا بلوس لانفيني في ليكسبونونسيال عطيني بجي ديال بلوس لانفيني اكس فوا ليكسبونونسيال اكس في بلوس لانفيني ما عنديش عطيني لانفيني فوا ليكسبونونسيال في لانفيني دونك بلوس لانفيني عطيني هادي بلوس لانفيني مع هاد المو عطيني موا لانفيني و بلوس لانفيني موا لانفيني الجمع ديالهم ما يمكن ليناش نعرفو يعني شكل غير معدل ياك الشباب دونك غادي نحاول انني نديرو شي حاجه هنا باش نحاول نلقاو الحل ديالنا كيف ما كنشوفو ليكسبونسيال اكس كيتعاود ليا هنا ياك وهاد الان غتبقى ليا على برا ما عنديش فيها مشكل دونك كندير هي الليميت في بلوس لانفيني ديال اش ديال ليكسبونسيال اكس نعمل به يعطيني ان موان اكس ياك الشباب دونك بلوس ان غتعطيني هنا هي الليميت في بلوس لانفيني دونك ليكسبونسيال اكس في بلوس لانفيني اسمح لي هنا بلوس لانفيني تعطيني هي بلوس لانفيني ياك الشباب و ان موان بلوس لانفيني سي موان لانفيني و موان لانفيني مضروبة في بلوس لانفيني كتعطيني اللي هي موان لانفيني ياك الشباب دونك ديما الشباب لانفيني بلوس لانفيني مي كيكون عندي الجمع او الطرح ديال بلوز او موان لانفيني بحال هكا يعني الجمع ولا الطرح ديالهم يعني ما كاينش جداء بيناتهم هذا فورم انديتيرميني شكل غير معدل ولكن ملي كندير لانفيني مضروبه في لانفيني راه كتعطيني هذه لانفيني يعني الا كانوا اشارات مختلفين راها الموان كانوا نفس الاشاره راها بلوس مفهوم الشباب دونك حنا حاولنا عملنا بالاكسبونسيال وخرجت لنا بلوس لانفيني مضروبه في موان لانفيني دونك كتعطيني هي موان لانفيني مع البلوس ان يعني ما غيزيد ما غينقص مفهوم الشباب علاش حيتاش كيف ما كنعرفو ليكسبونسيال اكس في بلوس لانفيني كيعطيني بلوس لانفيني و ليميت ديال موان اكس في بلوس لانفيني يعطيني هي موان لانفيني مع هاد الان هادي ما عندي فيها حتى شي اشكال دونك الجداء ديالهم غادي يعطيني موان لانفيني مفهوم الشباب دونك هاد ليكزيرسي هاد التمرين هذا جاوبنا عليه ندوزو ليميت الاخرى اللي هي بلوس لانفيني ديال 1 بلوس 1 سور ان على بيسونس ان عندما يقول ان الى بلوس لانفيني نخليو ديك لا فونكسيون هي الاخر دونك هنا كيف ما كتشوفوا الى عوضت بلانفيني تعطيني لانفيني في البويسونس ولانفيني في البويسونس صعيبه علينا نفهموها او صعيبه علينا نخرجوها مفهوم دونك عندي ديجا اننا شفنا في ليكسبونسيال علاقته بالالين انه اكسبونسيال ln دو اكس اش كيساوي ليا ديريكتومون اللي هو اكس ياك او ln ديال اكسبونسيال اكس كيعطيني ديريكتومون اللي هي اكس ياك الشباب دونك هاد لا كونديسيون غنحاول نستعملها دونك اكس عندي هي هاد لا بارتي كامله وغادي نحاول نستعملها مفهوم دونك شنو غنستعمل نحاول نستعمل هادي حيتاش هادي ما خداماش ليا هادي اللي خدامه ليا حيتاش عندي ا لا بويسونس وكيف ما كنعرف ان ln ديال اكس على بيسونس ار كيخرج لي هاد ار على برا يعني ار ln دو اكس ياك الشباب دونك هي غنستعملها ديريكتومون نجي نعوض يعني ندير اكسبونسيال ln ديال هاد الشيء كامل غيبقى لي في بلس انفيني ديال اش اكسبونسيال ln ديال اش ديال 1 بلس 1 سور ان لو تو على بيسونس ان ياك الشباب عندما يقول ان الى بلس انفيني دونك بحال ما درت والو ملي كندخل اكسبونسيال ان كيبقى اكس بوحدو مفهوم ها هو الاكس اللي داخل كيبقى هو نفسه اكس يعني نفس الكونديسيون ها دابا هادي اكسبونسيال ديال ان ديال هاد العجب هذا اللي داخل غيعطيني نفسه يعني بحال ما درت والو عطيني هي ليميت في بلوس لانفيني ديال اش اكسبونسيال كيف ما قلنا هنا لو بويسونس غيخرج لي على برا كيف ما شفنا في هاد لا كونديسيون هادي دونك غيخرج لي ان على برا ال ان ديال اش ديال 1 بلوس 1 سور ان مفهوم دونك الا جيت عوضت هنا في لانفيني تعطيني 1 سور 0 ياك الشباب وهاد 1 سور 0 شكل غير او 1 سور 0 سي بلوس لانفيني او اسمحوا لي الشباب 1 سور لانفيني سي 0 ال ان دو 1 سي 0 ان في لانفيني يعني 0 فوا لانفيني شكل غير محدد ياك الشباب ولكن هذه يمكن لي نكتبها على شكل هاد ان ln دو 1 بلس 1 سور ان يمكن نكتبها على شكل هي ln ديال 1 بلس 1 سور ان كتساوي نفسها كتساوي هي 1 سور ان
على ان سوغ عينيك، كيف ما شفنا من قبل يعني راه هي بحال قلنا ا على ب على سي، كنخلي ان فيكسيها مضروب في المقلوب ديال الثاني هي سي سوغ بي، ياك الشباب. دونك ملي غنضربها ملي غادي نحسب هادي غطلع ليا ان الفوق ترجع ليا كيف ما هادي، مفهوم؟ وكيف ما كنعرف ليميت ديال واحد العدد في الزيرو ديال الين، راه شفناها من قبل، الين ديال ان بلس واحد اكس سيغ اكس في بلس او في الزيرو كيعطيني ديريكتومون لي هي ان، ياك الشباب. دونك ليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني ديال ان سيغ ان اللي هي هادي، ان سيغ ان غيمشي ديال زيرو، ياك الشباب. ان سيغ ان يمشي ديال زيرو، ان سيغ ان يمشي ديال زيرو، يعني كيحقق لي هاد لا كونديسيون هادي ديال هاد ليميت هادي، يعني عندما يؤول اكس الى زيرو ديال اكس ان بلس اكس سيغ اكس غيمشي ليا لان، دونك هادي غتساوي ليا ان، ياك الشباب. ارين دو ان بلس اكس سيغ اكس نفس اكس كيمشي ليا زيرو، هذا غيمشي ليا زيرو وهذا كيمشي ليا لزيرو، مفهوم؟ يعني هاد النهاية هادي كتمشي لان، دونك هاد لا ليميت او هاد الاس ديال ليكسبونونسيال غيمشي ليا لان، دونك صافي كو هي ياك الشباب هي ديريكتومون اكسبونونسيال دو واحد اللي كيساوي ليا او، مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ لان ليميت في بلس لانفيني ديال ان الين ديال ان بلس ان سيغ ان اش كتساوي ليا، اللي هي ليميت في بلس لانفيني ديال الين ديال ان بلس ان سيغ ان سيغ ان سيغ ان، اش غتعطيني؟ اللي هي ديريكتومون زيرو، مفهوم؟ او واحد، سمحوا لي كيساوي ليا واحد، ياك الشباب. دونك صافي واحد هي ليكسبونسيال دو ان صافي، دونك ومنه كونكلوزيون ان الليميت في بلس لانفيني ديال ان بلس ان سيغ ان على بيسونس ان كيساوي ليا هو داك العدد او، مفهوم الشباب؟ دونك ها هي لا كونت هاد الليميت هادي اللي هي صراحة هاد ليميت هادي راه ماشي غير ليميت، دابا هاد الفورم هاد الفونكسيون هادي يمكن نديروها في لي سيري، يعني راه متعددة التخصصات، تقدر تلقاها في بزاف ديال البلايص، تلقاها في الفيزيك، تلقاها في الدومين ديال ليكونومي، بزاف ديال الامور كنلقاوها، غادي نلقاو هاد لا فونكسيون هادي، هما شباب. دابا ندوزو للعملية الأخرى اللي هي الفونكسيون ديال العمل ديال البكالوريا 2020 اللي كتساوي ليا هي الليميت عندما يؤول اكس الى بلس لانفيني ديال بون 5 سور 2 موان اكس موان 1 سور 2 اكسبونسيال اكس موان 2 فاكتور ديال اكسبونسيال اكس موان 2 موان 4. دونك نحسبو الليميت في بلس لانفيني ديال هاد الداله هادي، دونك الى جينا وعوضنا بلس لانفيني عطيني هنايا موان لانفيني، ما عليناش ليكسبونسيال اكس بلس انفيني دونك هي بلس انفيني، اكسبونسيال اكس بلس انفيني دونك هي بلس انفيني، ولكن في موان لانفيني دابا ليكسبونسيال اكس بلس انفيني فوا الموان هادي غيعطيني موان لانفيني، و لو برودوي ديالهم برودوي ديال بلس مع موان صافي موان لانفيني، ياك الشباب. دونك هاد ليميت راها باينة، على ما كيبان ليا لحد الساعة باينة، دونك ليميت ها دونك هادي غتمشي ليا لموان لانفيني، هادي غتمشي ليا مع هاد الموان دونك غتمشي حتى هي لموان لانفيني، هادي غتمشي ليا لبلوس لانفيني، البلوس مع الموان هي موان لانفيني، الجداء ديالهم موان لانفيني، موان لانفيني موان لانفيني سي موان لانفيني، ياك الشباب. دونك اكزاكتومون موان لانفيني، ما خدمتش انا دابا هاد ليكزيرسيس من قبل، يعني كنجي وكنجاوب ديريكت ما شفتوش ما عيناش. دابا لان او كار ليميت ديال موان اكس في بلس لانفيني هي موان لانفيني، ياك، مع ليميت ديال موان زان دومي اكسبونسيال اكس موان دو تعطيني هي كيف ما شفنا اكسبونسيال اكس بلس لانفيني بلس لانفيني موان مع يعني موان لانفيني، ياك الشباب. والليميت في بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس موان 2 سي بلس لانفيني،
الجو ديال هاد الجوج هادو بلوز موان موان الملتيبليكاسيون غتعطيني شحال؟ هي موان. ياك السبب ياك الشباب، دونك موان لانفيني مع هاد موان لانفيني، دونك موان لانفيني موان لانفيني سي ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية سي ناقص ما لا نهاية، دونك ليميت هي موان لانفيني. مفهوم الشباب؟ دونك نحاولوا نحسبوا لي ليميت الاخرين، يعني نحسبوه في المحدات او نحسبوه في ليميت في المحدات، نحاول ندير مجموعة تعريف ديال الدالة هادي ونشوفو كيفاش. دونك نزيدو ماشي مشكل نافونسيو في هاد لا فونكسيون هادي. دونك دي اف اكس ينتمي الى دي اف ايكيفالون كو كيلكو سوا اكس، بون او سمحوا ليا كيلكو سوا اكس ينتمي الى دي اف هو ليكسبونونسيال اكس دونك صافي اغ، يعني هاد الليميت هادي راه كتمشي ديال اغ، ما عندي فيها حتى شي اشكال. دونك دي اف هي اغ ياك الشباب، يعني اي اكس جيتي عوضتي بفالور كيف ما بغات تكون تنتمي الى اغ راه هاد كون راه كاينه. مفهوم الشباب؟ دونك نجي نحسبوا الليميت في مولا انفيني ديال هاد الفونكسيون اف موان اكس موان ان دومي اكسبونونسيال اكس موان دو عامل اكسبونونسيال اكس موان دو موان كات في مولا انفيني. دونك الشباب هنا في مولا انفيني تعطيني هنا، دونك هاد اكس تمشي لمولا انفيني مع هاد الموان صافي بلوس انفيني ياك. اكسبونسيال اكس موان 2 في موان لانفيني دونك زيرو ياك الشباب، ليميت موان لانفيني ديال اكسبونسيال صافي زيرو، زيرو موان صافي زيرو دونك هتمشي هي زيرو، ليكسبونسيال ديال اكس في موان لانفيني دونك هي زيرو، زيرو فوا زيرو سي زيرو دونك هتعطيني اكزاكتومون بلوس لانفيني. مفهوم الشباب؟ دونك هاد ليميت هادي معرفتش لي ليميت كيبانو باينين، ليميت في الزيرو عطينا زيرو 0 exponentielle moins 2 exponentielle moins 2 donc ce n'est pas quelque chose يعني شي باين يعني صراحة. مفهوم الشباب؟ يعني هاد لي ليميت هادو هاد ليكزيرسيس هذا ساهل صراحة، دوك الناس اللي جاهم صعيب في الامتحان الوطني ديال البكالوريا في 2020 راه صراحة يعني معطى يعني شي حاجة اللي هي باينة في المستوى باين هادشي ماشي شي حاجة. المهم الشباب نتمنى الفيديو يكون مفهوم، وغادي نحاول ندير شي تمرين اخر شي الدراسه ديال الداله، غنقلب على هاد ليكزيرسيس هذا ونشوف لي كيستيون ديالو ونحاول نبارطاجي معكم السوليسيون. المهم هادشي اللي كاين الشباب، نتمنى الفيديو يكون مفهوم، شي حاجه ما مفهومهاش شي حاجه ما واضحاش شي تمرين ما باينش ليكم يمكن ليكم تصيفطوا عليا في اليوتيوب او في الفيسبوك، يعني ما عندي حتى شي اشكال ونخدمه معكم. طيب الشباب نتمنى الفيديو يكون مفهوم، والسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.